Eddie came in because he's had diarrhea. He's 9 years old, purebred long-haired black and white chihuahua. And Dr. Jill and her team have been absolutely fabulous in taking care of him, diagnosing, testing, finding out what's going on. And I'm very happy to say that he's doing very well. And he's in today for grooming and a bath to make him feel even better. So I'll be able to take him home today, and he will be A1, back on his regular routine. هذه قطوتي ايفي ويبتها لان مرتها بالسنة يطيح شعرها ويا الجو فالحين قاعد يطيح شعرها صيفي ويطلع الشتوي فيبتهني يشيلون الشعر اللي قاعد يطيح ويقصون شعرها. الاهتمام بالحيوان شيء صعب بس لازم الواحد يعني اذا هو وايد يحب هالشيء انه يهتم فيه انه هو takes responsibility. او لما كانت صغيرة كنت كليبها تاخذ اوبر علشان تطعيم بس كل ما اشوف في مشكلة او بقص شعرها ولا شيء اجيبها. ومعنا الدكتورة جيل مولن من مستشفى رويال للحيوانات. Good morning, doctor. First, the people, they think it's easy to care the animals. I think it depends on the animal that you choose. Obviously, each pet has its own requirements. If you choose a large dog, it's going to be a little different from a small dog, for example, for exercise, feeding, this kind of thing. But a lot of the basic care is kept the same. Good feeding, preventive health care, exercise, a happy home. This is what they need. دكتورة شنو أكثر الأمراض اللي يعانون منها الحيوانات في الكويت خاصة؟ In Kuwait there is quite a common problem with birds, which is العديد من الأمراض خاصة المتعلقة بالطيور. With the fatal virus diseases, the dogs we see unfortunately a lot of parvovirus and a little problem with virus disease. هناك بعض الأمراض الفيروسية التي تصيب الطيور وفيما يتعلق بالقطط هناك بعض إن شاء الله عندنا خلل فني وراجع لكم إن شاء الله على طول.
نعتذر لهذا الخلل الفني ورجعنا مرة ثانية مع ضيفتنا الدكتورة جول. Good morning again. Good morning. أنا طبعاً راح نسأل بالعربي لأن في مترجم موجود هني. شنو أهم النقاط الأساسية اللي وده إنه يربي الحيوان عنده بالبيت؟ I think the most important thing is that it's easier to care for a pet when it is healthy. So we would recommend that you take steps to ensure that it is healthy. For example, regular vaccinations, لابد من زيارة الطبيب. دكتورة يعني إذا تكلمنا عن القطط يعني دائما يعني بالتقرير شفنا إن في قطوة قاعد تطيح شعرها ودائما يكون في تخوف من تساقط شعر القطط إنه يسبب أمراض لخاصة المرأة. Care about this point. It's natural and it is normal إنه طبيعي للقطط أن تسقط شعرها وهناك أنواع معينة من القطط التي تبدو جميلة بهذا النوع من الشعر الكثيف وبعضها يقع شعرها بشكل كبير فهو يتغير من فصل لآخر من الصيف للشتاء لذا فلابد الاهتمام بها التسريح المستمر والاهتمام بالشعر وتنظيفها بشكل عام. حلو يعني حتى القطاوة يسوون النيولوك بشكل حلو. دكتورة شلون نعرف ان الحيوان هذا مريض؟ Once I think if you are a pet owner, you know your own animal. إذا كنت تملك حيوانا أليفا فأنت تعرفه جيدا. فهناك العديد من العلامات. فهو يعطس يكح أو يقوم بالترجيع. These are very good, very common signs. هذه كلها علامات واضحة. إذا تكلمنا عن الحديثي الاهتمام في الحيوانات إيش كثر يبي له الحيوان على ما يتعود على المكان اللي هو قاعد فيه؟ Most animals, if you take them أكثر أكثر الحيوانات عندما تقتنيها صغيرة يتقبلون المكان الذي يعيشون فيه. وعليك أن تتعامل معها بشكل منتظم حتى يتسنى لها أن تعتاد على المكان وعليك. نعم. دكتورة شنو عن التطعيمات الضرورية حق الحيوان؟ We would routinely recommend vaccinations for cats and dogs. بالطبع إنها تحتاج للتطعيم بشكل دوري. وهناك كل شهران أو ثلاثة أشهر في البداية على مدى شهر ثم شهران ثم ثلاثة أشهر ثم بعد ذلك يكون التطعيم كل مرة في العام. نعم يعني احنا تكلمنا عن الكلاب والقطط، هل في الكويت يعني يولد في العيادة دكتورة ناس عندهم حيوانات شوية تكون مفترسة يعني؟ أسد. Abnormal pets, let's say like a lion or something. We do see a few. أحيانا ما نرى مثل هذه الحيوانات في snakes as pets, many lizards as pets. Some people, you know, do keep some very bizarre animals. Crabs, hermit crab. I have seen only one time. شاهدت هنا مرة واحدة حيوان زاحف. يعني في مهتمين كثر في الحيوانات ما شاء الله في الكويت. أكيد يعني. وودنا نعرف عن دكتورة يعني خلي القطط والكلاب، ودنا نعرف مثلا الأسماك أيضا هل لها دور، السلاحف. مرة أخرى نرى البسيط منهم من الأسماك في المستشفى. Hot water aquariums are very popular. The fish are beautiful. الأسماك جميلة لأننا لا نراها في المستشفى، إنما نرى السلحفاة كثيرا في المستشفى. نعم الحين راح نطلع أكيد تقرير في محمد تفاصيل كثيرة عن العناية في الحيوانات في مستشفى رويال للحيوانات.
procedure we have just finished here, the procedure you've just seen, has been a sterilization procedure on a female cat. What we have done is to make a small wound just in the side and remove the ovaries. This means that she will not breed, she will live a much longer life, a much healthier life, because she's not always breeding. Okay, it's a small routine procedure that we recommend for male and female cats. But then I looked in your eyes, and I was no more a failure. This was a little cat that came in last week, and as you can see from the x-ray, she has found a fishing hook and she swallowed it, and it's sitting here inside her stomach. She was not being sick, fortunately, because the hook had not stuck in any of her intestines. But we opened her up and she has taken surgery, and now the hook is gone. The surgery is very interesting surgery. It's not something we have to do every day, so it's more interesting. But again, we make a cut in the stomach. We find the hook where it is inside the intestines. We make a little cut, take out the fishing hook and some fishing line. And once it's all closed up, she will heal. She's eating nicely, she's playing, she's active. And I hope we'll go home tomorrow. I was the archetypal loser. I was a pageant gone bad. So we'll move from the reception area into the consulting rooms. We have two consulting rooms here. And this is the main area where we will do the examinations, where we meet our clients, examine our patients. Where we can, we will make treatments here, things like vaccinations, treatments for ringworm, abscesses, whatever comes in. If it is more serious, then they will go from here to the back of the hospital, where we have the cages, the preparation rooms, the operating theatre, facilities for x-ray, ultrasound, dental treatment, whatever else is required.